بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من أهل اليسر في دنيانا وأخرانا يا كريم، ولا تعسر يا موسر. آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. اتخذت عليه لأنه جاه ملاك ربي عندهم، وبعد لأسباب معينة خاصة وقت جاه طلب هدى، أنا ولات العداوة في المنتهى، في قمة العدوان في حق الرحمن وحق رسل الإسلام عليهم الصلاة والسلام، بما فيهم الأخوين الكريمين عليهم السلام موسى وهارون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة.